ليلى أبو الهنا، مدير عام مراكز البحوث للفنون التراثية. أنا طبعا مركز البحوث التراثية ده تبع قطاع الفنون التشكيلية، فالسنة دي احنا بنعمل حصاد العام بتاعنا، حصاد السنة كلها. جميع الفنانين في المركز كلهم خريجين فنون جميلة، فنون جميع الكليات الفنية بأنواعها، تطبيقية، نوعية، تربية فنية، فنون تطبيقية، فكلهم عندي فنانين بيطلعوا إنتاج فني متميز. فكل واحد عرض لوحة من لوحاته أو قطعة فنية من لوحاته. يعني أنا عندي المركز مليان غزير من المنتجات الفنية بتاعتهم، فده جزء بسيط من المنتجات. فطبعا في جلد، وفي لوحات على الرسم على الإزاز، في لوحات رسم على القماش، وفي شغل ديزي، وفي باتك، وفي حاجات أطباق صيني بالجلد، وأطباق صيني بالرسم بالسيراميك عليها بالألوان السيراميك. وكمان السنة دي دخلنا قشرة، نوع جديد من القشرة، غير اللوحات الجلدية، غير الشنط، غير الخداديات. فكل السنة دي حاجات، يعني حاجات منتجات فنية دقيقة وفنية وجميلة، فالسنة دي أعجبت كل الناس.